يا جماعة جمبري اللحم الطبق ب100، الطبق ب100، الثلاث طباق ب250. اتحداك تجيب طبق جمبري لحم اقل من 300 جنيه. جمبري لحم الله اكبر عليك. خش بقى النهارده عندنا بقى شويه حلويات مش موجوده في البلد كلها. حلويات في ليل وقار بتاع زمان يا جماعه، في ليل وقار اللي يتاكل ني يحطه في الثلاجه سنه ما يغيرش طعمه. الفرده كيلو وربع وكيلو ونص وكيلو، الحجم اللي انت عايزه. عليه عرض جبار، عرض جبار النهارده. عرض جبار، ال 2 كيلو ب 600 والكيلو ب 350. 2 ب 600. النهارده بقى عندنا سمك قشر وياض، سمك الله اكبر عليك. جماعه ده في القلي ملوش حل، في السنجاري الله اكبر. في صينيه بطاطس بالسمك دوت تبارك الله عليك. ده ب 170 يا جماعه، قشر وياض ب 170. عندي اللوت ماشي، واحده لوت سنجاري كده بالبطاطس تنسى الدنيا وما فيها. اللوت عندي يا جماعه ب 160 بس، ب 160 عروض دي النهارده وبكره، النهارده وامبارح ولا ايه؟ عندي الجمبري الوسط تبارك الله عليك ب 320 يا جماعه. وعندي الجمبري الكبير ب 400. بالنسبه للتجهيزات يا جماعه احنا عندنا طبعا، بصوا هتاكلوا سمك مش موجود في البلد كلها. عندنا شوي وعندنا قلي وعندنا طواجن وعندنا رز وعندنا سلطات وعندنا طحينه وعندنا كل حاجه. شوي وقلي وطواجن الله اكبر عليها مش موجوده عند اي حد. الشوي ب 20، القلي ب 30، السنجاري ب 25، والرز والسلطات بقى زي ما انتوا عايزين. في